كل سنة وانتم طيبين مشاهدي الكرام. إنها الخيمة عبر شاشة سي إن بي سي عربية. أنا اسمي محمد عبد الرحمن. مواضيع الخيمة مفروض أنها مواضيع فيها من لطف الشهر الكريم، فيها من كرمه وخفة ظل لياليه، لكن اعذروني، أنا اخترت لحلقتي الأولى من الخيمة هذا البرنامج الذي يتناوب على تقديمه كل مذيعي سي إن بي سي عربية، اخترت لحلقتي الأولى سؤال الإبداع والحرية فيما بعد الربيع العربي. كيف ستتعامل الإدارات الجديدة التي جاءت بها ثورات الربيع العربي مع الحرية التي هي الشرط الأساسي للإبداع؟ هل ستكرر خطأ الطغاة الذين أطاح بهم الربيع وستضيق عليهم؟ كان التضييق في تلك الأيام، تلك العقود، الحقيقة كان تضييقا سياسيا بالأساس. إياك أن تنتقد الحاكم العظيم، إياك أن تنقل للقراء، للمشاهدين، إياك أن تنقل إليهم أفكارا تحثهم على أن يقولوا لا للحاكم العظيم. إياك أن تقدم لهم، لمشاهديك أو لقرائك، إلا ما يؤكد الوضع الراهن، ما يثبته على حاله، لكي يظل الحاكم العظيم على مقعده مدى الحياة، وكي يورثه أيضا لأولاده وأحفاده. كان هذا هو الضغط الذي يمارس على الإبداع في زمن الطغاة. ما الذي يمكن أن نتوقعه في زمن الإدارات الجديدة بعد نجاح الربيع العربي في بعض الدول العربية، وهي إدارات في معظمها إسلامية الهوى، في معظمها إدارات إخوانية؟ ما الذي نتوقعه منهم؟ هل نتوقع موجة أخرى من التضييق لكن ترفع لافتة الدين هذه المرة، لافتة الحفاظ على الأخلاق العامة؟ ينبغي ألا نغضب الله، ولهذا اكتبوا روايات نظيفة وقصائد شعر مغسولة واصنعوا أفلام لا توجد فيها قبل. هل هذا هو ما سيمارس من قبل الإدارات الجديدة؟ هل ستشغل تلك الإدارات نفسها بمراقبة مستوى ملابس الممثلات والفنانات؟ إن كان خط التنورة فوق الركبة يمكن الإدارة كلها تقلق وتحجب هذه الفنانة. هل ستضيع وقتها في كلام تفصيلي صغير، مش عايز أقول مقزز، من هذا النوع؟ هل ستشكل لجانا لمراقبة المنتج الثقافي والفني والإبداعي لكي يكون منتجا نظيفا يليق بالعهد الجديد؟ نظيف هنا بين قوسين، لأن الفن إذا ما فرضت عليه النظافة من علن لا يكون فنا، يكون أي شيء آخر، أي شيء آخر إلا أن يكون فنا. هذه الحلقة تتحدث عما يمكن أن نتصوره من حالة السجال، إن كان هناك سجال، بين كتيبة المبدعين والمثقفين والفنانين والكتاب في العالم العربي وخصوصا في دول الربيع، وبين إدارات جديدة ترفع لواء الإسلام السياسي. بعد الربيع هل تكون الحرية أقل؟ هذا هو سؤالنا في هذه الحلقة. ينضم إلي الآن مباشرة من جدة الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، وهو الكاتب السعودي المرموق. أسعدت مساء يا دكتور، كل سنة وأنت طيب يا سيدي. أهلا وأنت طيب، والمستمعين الكرام والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا على المقدمة الضافية الجميلة. شكر جدا لسعادتك. وكذا ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ صلاح معاطي، الإعلامي وكاتب السيناريو المعروف. لكنني أبدأ مع ضيفي الكريم دكتور أحمد من جدة. دكتور أحمد، قل لي مباشرة، حينما ركب الإخوان موجة الربيع وصاروا هم الحكام في تونس وفي مصر، معرفش الحكاية هترسي على إيه في ليبيا، ليبيا ما زالت في المرحلة الانتقالية قبل استقرار الإدارة الجديدة، لكن يبدو أن الليبراليين كده في ليبيا لهم اليد الطولة، لكن في تونس وفي مصر، وأنت مثقف عربي تتابع الحالة من الخارج، هل أقلقك وصول الإخوان
إلى السلطة في هذين البلدين، هل أقلقك ذلك على مستويات الحرية التي يمكن أن تتاح للمبدعين والمثقفين فيهما؟ دعني أولا أقول أنه بالنسبة للحالة المصرية، لأني أقرب إليها من الحالة التونسية، أنه التدين في المجتمع المصري بدأ يظهر في أواخر عهد حسني مبارك، وإذا أردنا تحديدا هناك مثلا فيلم صايع بحر كانت المحجبة هي البطلة، هناك سهر الليالي كانت أحد البطلات محجبة، كانت الأفلام في أواخر عهد مبارك تعكس الواقع المصري الذي بدأ يميل للتدين. الأخوان، أنا من حيث المبدأ كتبت في تويتر وكتبت في مقالات أنني ضد الأخوان، ولكن طالما أنهم أتوا لنعطيهم فرصة. أنا أعتقد أنه مبكرا جدا الحكم عليهم، وإن كنت سأعطيك بعض الأدلة توحي بما نسميه الرقابة الصارمة نوعا ما على بعض الأشياء التي حصلت من الخمسة ستة أشهر الماضية. يعني هناك يعني حالات وليس كلاما في الهواء. أنا أعتقد أنه الإخوان سيلقون بظلالهم، مثلا مسلسل فرقة ناجي عطا الله، كل كلمات الجيش تحذف من السيناريو. أنا أعتقد هذه حالة. هناك مسلسل منع في التلفزيون المصري الرسمي يحكي عن تحية كاريوكا، ويقال أنه لا يليق برمضان أن يأتي براقصة في شهر كريم. أكثر من حالة، لا أريد أن أستبد بالحديث، أريد أن أسمع الأستاذ. الحقيقة دكتور أحمد، يبدو أنه إذا كان هذا هو شكل البداية فكل الشهور هتكون رمضان، كل الشهور يعني، لأنه لا يليق لا يليق في زمن الإخوان أنه يطلع مسلسل عن تحية كاريوكا الفنانة العظيمة. يا دكتور، مهما كانت مواقفنا الدينية إلا أنها فنانة تمثل جزءا من تاريخ العرب الفني في كل الأحوال. دكتور أحمد، الأستاذ معاطي لم يصل بعد، ولهذا أنا أود أن أطور هذه الفكرة معك، وأنا عارف أن حضرتك طيب عندك كحة. حضرتك ألف سلام عليك، ولعلها كده لا تمنعك من الاستفاضة التي نستمتع بها في مقالاتك. ألا تشعر يا دكتور أنه حينما يقول سعودي هذا الكلام قد يستغرب هذا منه، لأن المملكة هي الدولة العربية المحافظة رقم واحد؟ لا الحمد لله كلنا محافظون، يعني حتى في السعودية وفي خارج السعودية، والسعودية جزء من العالم، فيها المحافظ وفيها غير المحافظ. نحن نتكلم عن الفن بغض النظر عن العوامل الأخرى. قد يكون مسلسل تحية كاريوكا فيه مجال للأخذ والعطاء، ولكن مسلسل آخر وهو البحر والعطشانة أيضا منعه التلفزيون المصري لأنه فيه رجل دين فاسد، هذه التي لا أغفرها أنا به. أما مسألة تحية كاريوكا قد نقول روحانية رمضان تتقبل مثل هذه الأفكار، لكن البحر والعطشانة أبدا لا يقبل، لأنه رجال الدين فيهم الفاسد وفيهم الجيد وفيهم الواعظ وفيهم الذي يخاف الله، كل الأنواع فيها يعني. دكتور أحمد، ماذا لو أنه هذا التضييق في شؤون ربما تثير غضب أهل الإسلام السياسي سيصحبه في تصور الكثيرين انفتاح سياسي؟ يعني انقدوا السياسة كما تشاؤون، انقدوا الممارسات السياسية، وهذا كان ممنوعا في زمن الطغاة. يعني أنا أعتقد أنه هذا هو اللي سيكون الحل. أنا أعتقد أنه سلطة، دعنا من السلطة السياسية، سلطة المجتمع أقوى. أنت تابعت الجدل الذي يدور حول مسلسل عمر. أنا لا أعتقد أنه كتب عن مسلسل بين الجدل والخصام والاتفاق والاختلاف مثل ما كتب عن مسلسل عمر، وهي سلطة اجتماعية الدول لم تتدخل أبدا. بالعكس، يعني الملاحظ في الدول أنه في مجال الفن تسمح كثيرا. أنا لا أدري عن حكومة الأخوان، لأننا الحقيقة نظلمهم إذا حكمنا عليهم الآن. سنعطيهم مهلة أربع سنين، وبعد كذا نكتب أو نجلس أنا وأنت في لقاء آخر ونكتب تقرير ونقول ماذا منعوا وماذا أجازوا. المنع لابد منه، حتى في أمريكا وفي بريطانيا التي أدرس فيها هناك منع، لكن المنع وفق ضوابط وأنظمة معينة، وليس لأهواء شخصية أو والله لأنه هذا لم يعجب الشخص الفلاني أو هذا عجبه. يعني نتذكر أنا مرة مثلا قرأت الأستاذنا الكبير أنيس منصور رحمه الله أنه مرة كتب مسلسل، والمسلسل كان من 20 حلقة، وكان الرئيس عبد الناصر يتابع المسلسل، فأبدأ عبد الناصر أنه يريد أن يستمر المسلسل إلى 40 أو 30 حلقة. فأيضا
لوى عنق النص استاذنا انيس منصور ليمدد المسلسل الى 30 حلقه. فاذا كان مثل هذه الاحكام مثل هذه الاوامر فمرحبا بها اذا كانت تمدد المسلسل او تقصره. ولكن انا اقول لك انه سلطه المجتمع هي الاقوى. يعني مثلا لو اخذنا الحاله السعوديه نجد ان يعني الحكومه لا تتدخل في المسلسلات كثيرا. طاش مطاش مثلا مسلسل مشهور المؤسسه الدينيه افتت واصدرت فتوى بتحريم مشاهدته. هذا انا اتكلم عن السلطه الدينيه وسلطه المجتمع. نعم. ويجب ان نناقش الامر تحت هاتين السلطتين. اصلا اعتقد السلطه السياسيه اذا الامور لا تتصادم معها مباشره فهي لم امر بها ولم تسعني. لكن السلطه الدينيه لها الحقيقه يا دكتور حتى في المملكه العربيه السعوديه لها قدره واسعه النطاق على تجييش الناس، تجييش الشارع، وهذا هو مكمن الخطوره دكتور احمد. وأنا أتفق معك لكن التجيش لا ينجح دائما. طاش ما طاش نسبة مساهدتها تصل إلى 97% في السعودية رغم صدور الفتوى الدينية. فالناس أحيانا لا يتبعون المؤسسة الدينية إذا كانت تخالف أفكارهم. هناك حالات كثيرة مثلا التعامل مع البنوك المؤسسة الدينية لا تحفظ عليها ومع ذلك الناس تتعامل، لا يتبعون المؤسسة الدينية دائما. لكن الذي أركز عليه هو مسلسل عمر فلنجعله هو المحور، لأن أعتقد هذه حالة نعيشها الآن. المسلسل يعرض والجدل حوله دائر، وصلنا إلى تقريبا الحلقة العاشرة أو الثامنة وما زالت الناس تتكلم حول تجسيد الشخصية. لكن دكتور أحمد أليس هذا هو الوضع الصحي؟ يعني فلنفترض أنه حكومة المملكة قالت لا ده مسلسل هيجيب لنا وجع دماغ والناس سيختلفون بشأنه، لا تنفذوه من الأساس، أليس هذا هو الوضع المؤذي؟ وما يحدث الآن هو الوضع الصحي أن نترك الجمهور يتفاعل مع العمل الفني؟ أنت قاطعتني يا أستاذ. نعم. أنا كنت أقول هذا الكلام لذلك سأعطيك مخالفة لمقاطعتي. أنا أقول هذا الجدل صحي وجميل. نعم. وجميل، ولكن لا أحد يخطئ الآخرين ولا أحد يصادر آراءهم ولا أحد يتكلم باسم الله أيضا. لا أحد يأتيني ويقول لا إذا فعلت هذا فأنت مرتد أو كافر. قل رأيك وامضي كما يقول سقراط، قل رأيتك وقل كلمتك وامضي. أما أن نجلس نجادل ونحاسب الناس وفق مراسيم إلهية هذا الذي يرفضه. أنا لا أشاهد المسلسل ولا يعنيني المسلسل، ولكني سعيد بهذا الحراك وأتمنى طبعا. أيضا أن يكون في مصر أيضا جدل حول مسلسل تحية كاريوكا، جدل طويل حول البحر والعطشانة، جدل طويل لماذا تحذف كلمة الجيش في المسلسل. كل هذه الأفكار أنا أريد المجتمع المصري ونحن معه، لأن الفن لا جنسية له. نحن تربينا على السينما المصرية وعلى الأفلام المصرية وعلى مدرسة المشاغبين وعلى المسرحيات الجميلة، فأصبحت القضية شأن عام ليست شأنا مصريا أبدا. أنت عارف يا دكتور في عز سطوة مبارك في مصر مثلا أو زين العابدين بن علي في تونس كانت الرسائل التي تنتقد الطغيان السياسي تمر في الأفلام والمسلسلات لكن مخبأة، وهذه هي براعة الفنان. هل تتصور أن هذا سيكون ذات الوضع في زمن الإخوان؟ رسائل مخبأة ربما تنتقد هذا الطغيان الجديد المفترض، هذا التضييق الجديد المفترض. أيضا أنت الآن سرقت من ورقتي. أنا كنت سأستدل في والله بفيلم بوسبوس اللي هو كان نقد واضح وصريح لجمال مبارك. طيب أصحح لحضرتك، لو صححت لحضرتك تغفر لي بقى المرتين اللي فاتوا. اسمه بوبوس. خلاص بوبوس، آسف بوبوس. أنت تعرف الكحة ورمضان سلامتك. يعني فعله مدير سلامتك. الكحة ورمضان اجتمع علي فجعلان يخطئ وجل من لا يخطئ. لا 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 ده مش خطأ كبير، ده خطأ في بوبوس يا دكتور أحمد، ما هوش غلط كبير، ده غلط مغفور. أقول لك هذا الفيلم مثلا كان نقد صريح لجمال مبارك. نعم. ومشى وكان يعني تعرية واضحة للتحالف الدكتاتوري مع الدكتاتوري المستبد مع رجل الأعمال. صحيح. الفاسد دكتور أحمد اسمح لي، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الفنان الكبير حسين فهمي. كل سنة طيب يا أستاذ حسين. كل سنة طيبين يا فندم، وكل سنة والضيوف بخير بإذن الله. أنت صوتك وحشنا جدا يا أستاذ حسين، أنت فين؟ كتر خيرك الله يخليك، شكرا. أنت كويس المهم؟
الحمد لله كله تمام. الحمد لله. الحقيقة موضوعنا في الحلقة دي يا أستاذ حسين ما يمكن أن نتصوره بعد أن يتربع الإخوان كده على مقاعد السلطة ويستقروا يمكن بعد 3-4 شهور أو يمكن سنة. هل تتوقع تضييقا على الفن والإبداع؟ أنا الحقيقة أنتوا طلبتوني أنا مش عارف تتكلموا فيه فأنا ما سمعتش حاجة خالص من الأحاديث السابقة. إنما اسمح لي أقول رأيي. تفضل. دلوقتي حضرتك بتفترض إنهم هيتربعوا على السلطة. أيوه. ده فرض. إذا كان منهم الرئيس منهم الرئيس ورئيس الوزراء المكلف ملتحي يا أستاذ حسين زي ما ما هم كلهم ملتحيين ما ده أيوة. شيء يعني واضح في مظهرهم يعني بس حضرتك بتفترض انهم هيتربعوا على السلطه هل متفقين كلنا على انهم هيتربعوا على السلطه ولا لا ده لسه افتراض لان نص الشعب المصري مش موافق اذا ما كانش اكتر من النص كمان مش موافق على وجودهم في هذه السلطه مش كل الشعب المصري اللي موافق على وجودهم في هذه السلطه ولا زال في المجتمع المصري هناك صراع داخلي على وجودهم في هذه السلطه. فهناك افتراض انهم هيتولوا ويتربعوا على السلطه. المجتمع المدني رافض وجودهم ورافض سيطرتهم على السلطه. وبالتالي انا يعني اتوقع انه سوف يكون هناك صراع حقيقي داخل المجتمع المصري في الفتره القادمه يعني. لكن على الاقل الرئيس الدكتور محمد مرسي وهو اخواني زي ما سعادتك عارف وكل الناس عارفه سيكمل فترته الرئاسية وفترة رئاسية يمكن تكون 4 سنين ولا ما أعرفش الدستور الجديد هيعملها قد إيه لكن في هذه الفترة سيكون له دور يمكن في فرض رقابة بشكل ما على العمل الفني أيا كان والكتابة في تصور سعادتك الفنان المصري المثقف المصري سيسمح بذلك؟ لا لن نسمح بذلك طبعا ولن نقبل ان يتفرض على المجتمع المصري اي شكل من اشكال ما هو هيقول لك احنا عايزين فن نظيف لا يغضب الله يا استاذ حسين احنا كنا بنعمل فن نظيف لا يغضب الله احنا كنا طول عمرنا بنعمل فن نظيف لا يغضب الله عمرنا ما عملنا اي حاجه تغضب الله ومش هيجي حد النهارده يقول لنا نبقى مسلمين ازاي نعم احنا طول عمرنا مسلمين انما هذه جماعات تريد ان تفرض ارائها على المجتمع المصري فلا يمكن على ان على جماعه ان تفرض رايها على المجتمع. المجتمع اكبر من الجماعه. احنا طول عمرنا ناس ملتزمين وناس مسلمين وملتزمين بقضايا وطننا وعارفين كويس جدا احنا بنعمل ايه. وعمرنا ما اسانا لوطننا في اي شيء ولا لديننا الاسلامي في اي شيء. طيب قول لي بيحصل النهارده من هذه التصريحات اللي احنا بنسمعها فضل. هذه التصريحات تسيء للدين الاسلامي اكثر ما تضيف اليه بتسيء اليه. أنا كنت عايز أعرف من حضرتك بوصفك يعني واحد من الفنانين العرب الكبار لو أن ذلك يعني تم حاولوا التضييق بشكل من الأشكال ولو بشكل غير مباشر المجتمع الفني وهو طليعة المجتمع في مصر وفي تونس وفي العالم العربي هيعمل إيه؟ كيف سيواجه ذلك؟ سنواجه ذلك بالانفتاح إذا كانوا هم هيضيقوا علينا فإحنا هنحاول إن إحنا نفتح ما يبقاش التضييق علينا وعلى المجتمع المصري لان المجتمع المصري مش هيتخنق فاحنا كل ما هيحاولوا يضيقوا كل ما هنحاول نفتح ده مؤكد يعني اخيرا استاذ حسين هل تتصور يا سيدي انه الكتله الفنيه المصريه قادره على انها حضرتك بتشوف الاعتصامات الفئويه في كل مكان قادرة على أنها تتخذ موقفا وتدافع عنه دفاعا عن حرية التعبير أنتم تستطيعون ذلك؟ طبعا نستطيع ذلك والمجتمع المصري خلفنا المجتمع المصري هو اللي بيقوم بكل هذا وإحنا جزء من هذا المجتمع كل هذه الاعتصامات اللي أنتم بتسمعوا عنها ولا اللي أنتم بتشوفوها كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة الكبت نتيجة محاولة لكبت واتجاه المجتمع إلى اتجاه مغاير الاتجاه المدني اللي إحنا عشنا عليه طول عمرنا واحنا عندنا طول عمرنا في مصر عندنا مبدا عشنا به حياتنا كله وهو ان الدين لله والوطن للجميع. ايوه. فاحنا سوف نحافظ على هذا وسوف نقاوم هذا وهي دي مهمتنا ان احنا لا نرفض تماما ان تاتي جماعه بدل الحزب الوطني، احنا مش هنفك الحزب الوطني وسيطره الحزب الوطني وديكتاتوريه الحزب الوطني بديكتاتوريه جماعه الاخوان. المجتمع المدني المصري رافض ده. هيكون انطباعك ايه يا استاذ حسين لو جالك وزير ثقافه تقي وورع وملتحي واخواني كده والله
هقول له انا وارع زيك اذا ما كانش اكتر منك، وانا ملتزم بمشاكل وطني اذا ما كانش اكتر منك، وتعالى قول لي بقى تاريخك انت ايه وانا اقول لك انا تاريخي ايه وايه اللي عملته الوطني عشان تبقى عارف انا تاريخي والخدمات اللي قدمتها الوطني كمسلم وكمواطن مصري. تعالى قول لي انت عملت ايه بقى، اديني السي في بتاعك. هقول له كده وهيبقى وهنقاوم، ما احنا مش هنسكت. بس عايز اقول لك انا مش لوحدي، ومش بس الفن لوحده، ولكن المجتمع المصري بكامله. احنا 80 مليون مصري، مش كلنا هنمشي ورا جماعه، مش هنمشي ورا حزب متسلط مره ثانيه. الاستاذ الكبير الفنان القدير حسين فهمي، يا سيدي كل سنه وانت طيب، وانا سعيد جدا بهذه الروح من فنان يلعب دور الطليعة لمجتمعه، فعلا طليعة فيها قدر كبير من مواجهة الضغط أيا كان مصدر الضغط. دكتور أحمد، أنا الحقيقة هسأل سعادتك بعد الفاصل، لأنه إحنا لازم نروح فاصل، زميلنا حيدر المخرج يعني قال لي فاصل، وده كلامه ولا كلام مبارك في زمانه يعني لازم نسمعه. لكن يا دكتور أنا كنت عايز أسأل سعادتك، ألا تستطيع السلطة أن تبرئ ذمتها ويقول لك احنا لن نضيق على حرية الإبداع، احنا بس لن نمول، واخد بالك، مش هندفع، لن نساعد مثلا أكاديمية الفنون، لن نساعد المشاريع السينمائية الجديدة، لن ندفع نقودنا لمسرح القطاع العام. عارف في هذه الحالة يختنق الحياة، تختنق الحياة في أي مجال فني حتى ولو كان فيه رجال شجعان زي حسين فهمي. السؤال ده هسمع إجابته من سعادتك بعد الفاصل. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم. يعني الهدف الأساسي هو نشر وعي وثقافة عمل المرأة. لا يوجد هناك تمييز بين المرأة والرجل، يعني في المحلات النسائية، عمل في المرأة في المصانع كعاملة أو كموظفة. احنا لازم نغتنم الفرصة الحين، السيدات في هذه المرحلة الفرص اللي أتيحت لنا لم تتح من قبل. بموضوعية مع راشد الفوزان على شاشة CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية STC. دق جرس الإقفال، انتهى البيع والشراء، أطراف معركة اليوم يجتمعون على طاولة واحدة، يناقشون ويقيمون ويحللون. كلام أسواق على شاشة CNBC عربية. قد صارت خزائن الأرض في أيديهم، يستطيعون أن يتحكموا في الثقافة والإبداع بطريقة غير مباشرة دون أن يقولوا إنهم سيفرضون رقابة وسيضعون ضوابط وسيمنعون ويحظرون، لأن هذا الأمر يشوه سمعتهم. أتحدث عن أهل الإسلام السياسي، عن الإخوان الذين صاروا هم السلطة الآن في دولتي الربيع العربي الرئيسيتين تونس ومصر. بإمكانهم أن يغلوا أيديهم عن دعم أي ظواهر فنية لا ترضيهم، ليست على هواهم، وأن يكونوا في غاية الجود والسخاء تجاه ظواهر فنية أخرى على هواهم ووفق مزاجهم. وهذا هو ما يخشاه الكثيرون من المثقفين والمبدعين العرب، أن يكون هناك انتقاء في الدعم. دكتور أحمد، كيف ترى هذه الصورة؟ هل لديك أيضا هذه الخشية ككثيرا من المثقفين العرب؟
دعني أول شيء أعقب على ما قال أستاذنا الكبير حسين فهمي. تفضل يا سيدي. وأحييه على هذه الروح القوية، وفعلا أنا أؤمن أنه المجتمع المصري مجتمع نكتة ومجتمع حي ومجتمع لا يقبل أبدا أن يعيش نصف حياة، بل هو مجتمع منفتح وسيرفض مهما كان. لا يمكن أن تحاصر مصر، هذا البلد العظيم الكبير، أن يحكمها ناس حتى وإن كانوا سيطروا كما قال الأستاذ يعني حسين، نحن سنتدخل ونقول كلمتنا. أعتقد أن الفن سلعة ناجحة لا تحتاج لدعم الدولة أبدا، الدولة فقط تهيئ المباني والمنشآت لها وتتركهم. وبالعكس كلما يعني عادل إمام وكل الفنانين في مصر أثروا ثراء كبير من جهدهم ومن إبداعهم ومن، لكن دكتور أحمد خليني بس أوضح هذه النقطة. وزارة الثقافة المصرية هي المسؤولة مثلا عن أكاديمية الفنون بما فيها من معهد عالي للفنون المسرحية ومعهد عالي للسينما وكونسرفاتوار ومعهد موسيقى إلى آخر ذلك، ومعهد باليه طبعا، وهي مسؤولة أيضا عن كتلة كبيرة من المسارح اسمها مسارح القطاع العام، مقسوم إلى قسمين، قسم المسرح وقسم الفنون الشعبية اللي فيه السيرك والمسرح الاستعراضي. لو أنها غلت يدها، لو أنها لم تنفق على هذه المناشط الثقافية، كما أنها تمتلك أكبر دار نشر في العالم العربي الهيئة المصرية العامة للكتاب، تقدر تقبل مشروع تنشره وترفض مشروع آخر وتقتله لا تنشره. هذه هي سيطرة الدولة يا سيدي. أنا أعتقد كما قال الأستاذ حسين، يعني نحن لن نذهب بمبارك لنأتي بمبارك آخر. أنا أعتقد أن الناس ستقول كلمتها ولن ترضى أبدا بأن يكون الإبداع يعني ممسوسا بأي أذى. ستستمر الأمور. أصلا كانت لم تكن الميزانيات كبيرة يا أستاذ محمد. أنت تعرف أنه ميزانية وزارة الثقافة المصرية لو وزعتها ليست بتلك المبالغ الكبيرة. أيضا الشعب المصري واللاد، انظر إلى الكتاب مثل الخالد الخميسي وفلان وفلان، الطبع الرابع عشر والخامس عشر من كتبهم من دون دعم الدولة. بل بالعكس أحيانا في مصر لما تتدخل الدولة في الكتاب تفسده وتضره أيضا. صحيح يعني الناس دائما تحب الأشياء العامة، تحب القطاع يعني القطاعات الخاصة. أنت انظر للكتب التي توزع مجانا لا أحد يقرأها، والناس تبحث عن الكتاب الممنوع الذي تمنعه الرقابة. صحيح. ويوزع منه عشرات الآلاف من النسخ. الفن سلعة رائجة ولا خوف عليها أبدا، ومصر ستستمر بهذا الشكل حتى وإن جاء أناس ملتحون للحكم لن يستطيعوا أن يلغوا إرادة الشعب. قد تحدث أشياء هنا وهنا، لا أنت تعرف كل حكومة ولها لمساتها، سيكون لهم لمساتهم البسيطة، لكن في الأخير الكلمة لأهل الفن، في الأخير الكلمة للشعب وإرادته. حتى وإن كانت الأغلبية مثلا تريد كذا، الأقلية سيأثرون على الأغلبية. أنت تعرف أنه أحيانا شخص واحد ممكن يأثر على 20. صحيح. قائد رأي يسمى قائد رأي. دكتور أحمد، قائد رأي. قل لي، هناك أيضا من يتصور أنه وصول الإخوان، وهم الحقيقة إن أردنا الإنصاف تيار إسلام سياسي معتدل إلى حد كبير، ليس هناك أي عنف في فلسفته ولا استراتيجياته، لكن وصول الإخوان قد يشجع هؤلاء الأكثر تطرفا، يشجعهم لكي ينزلوا إلى الشارع ويفرضوا قولة الحق في تصورهم، وهذا مرعب جدا لأنه يجعل الأمور تنفلت حتى من إيدين الإخوان يا دكتور. يا صديقي محمد، أنا لست ذلك المتابع جيدا، لكن احسبها علي نبوءة عرفجية. نعم. المسرح القادم والمسلسلات والأفلام ستكون صراع بين الإسلاموات إذا صح التعبير. سيكون هناك التيار السلفي سيؤدي مسلسلات تضرب التيار الصوفي، والتيار الصوفي سيضرب التيار الإخواني. وأنت لاحظت في مسلسل الخواجة عبد القادر هذه نواتها، هذه اللي هي البداية. أنا كنت أتمنى أنه أنت سألت الأستاذ حسين فهمي. نعم. أعتقد هذا هو المحك. مسلسل الجماعة اللي كتبه الأستاذ وحيد حامد الجزء الأول، هل يستطيع أن يكتب الآن الجزء الثاني؟ إذا كتب فأنا سأرفع قبعتي للإخوان، لأنه كان نقد صريح لمنهج الإخوان المسلمين. أنت تتوقع يا دكتور أحمد، تتوقع أنه ينفذ حتى لو الأستاذ وحيد حامد زي ما أنت عارف رجل ليبرالي وحر وشجاع، ليس أقل شجاعة من حسين فهمي، لكن هل تتوقع إذا ما كتب جزءا ثانيا من المسلسل أنه يتنفذ؟
أنا أعتقد ينفذ هو، ولو إذا نفذ انتهى دوره، الناس سترى غصبا عن الإدارة، غصبا عن إرادة الإخوان. لكن طالما الإخوان الآن سمحوا أنهم ينتقدون نظام مبارك السابق، نحن الآن لا نستفيد من نقد نظام مبارك. نظام مبارك قدم إلى ما قدم وذهب إلى التاريخ، لكن الآن نحن نحتاج أن ننتقد المستقبل وننتقد الحاضر. إذا إن الأستاذ حامد وحيد حامد كتب الجزء الثاني من مسلسل الجماعة، أنا سأقول لك هذا هو الخط الفاصل في مسألة موقف الإخوان من الإبداع والفن. ضيفنا الثاني الكاتب الكبير الأستاذ صلاح معاطي وصل إلى مكتبنا في القاهرة. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ صلاح، تأخرت ليه يا أخي؟ كل سنة وأنت طيب. هو الحقيقة الظروف تعالي بعد الإفطار، الطرق تبقى صعبة جدا يعني. صحيح. أنا واصل في ساعة ونص. الحمد لله على السلامة يا أستاذ صلاح، الحمد لله على السلامة. سؤالنا في هذه الحلقة الذي استفضنا أنا والدكتور أحمد والأستاذ حسين فهمي كمان شاركنا عبر الهاتف، بعد نجاح ثورة الربيع في تونس ومصر وجلوس الإخوان على مقاعد السلطة، حرية أقل، علامة تعجب وعلامة استفهام يا أستاذ معاطي؟ أولا سمعت جزء من حوار الدكتور أحمد، والمشكلة في مش في وحيد حامد، لو كتب الجماعة الجزء الثاني هيكتبه كما هو يعني، هو يعني هيكتبه، لكن هل السلطة أو النظام أو المسؤولون هل سوف يعني يقومون بعرض المسلسل أو يهتموا بالعرض؟ دعني بس أحدثك أولا أن الإبداع من أهم سمات الإبداع الحقيقي أنه لا يلتزم أو لا يرتبط بالرقابة، يجب أن يعني يكون الإبداع بعيدا عن الرقابة إلى حد ما، يجب أن يكون في حرية تامة، وهذا هو المحك الذي يعني تتعرض له السلطة أو النظام الحاكم في مصر الآن. رقابة مين يا أستاذ معاطي؟ رقابة مين؟ رقابة الناس ولا رقابة السلطة؟ لأنه أنا أتذكر حادثتين مهمتين جدا. الناس الناس هم اللي مارسوا الرقابة بأسوأ معانيها. حادثة وليمة لأعشاب البحر، إن كنت حضرتك تفتكر. حيدر. طبعا. والحادثة الشهيرة للقصيدة التي نشرها الأستاذ حلمي سالم، لو حضرتك من شرفة ليلى مراد، لو حضرتك تفتكر. ورجل الطباعة يا أخي هو اللي وشى بالكاتب، وهو اللي أوقف الطبع، وهو اللي جيش الناس. إحنا بنتكلم عن رقابة أجزاء من المجتمع الحقيقة أقل تقدم. وفي رواية أذكرك بها أيضا، مسافة في عقل رجل. نعم، مسافة في عقل رجل، رواية حجبت ومنعت. يعني المشكلة أن نحن أمام إشكالية خطيرة جدا الآن. هناك ثلاثة أنواع من الرقابة قد تضر بالإبداع الفني. أول هي رقابة النظام الحاكم الذي يفرض سيطرته وسطوته على الإبداع. النقطة الثانية أو الجزء الثاني من الرقابة هي رقابة الجمهور الذي يحاول أن يعني يفرض أو يكون قد تشبع بالأفكار التي تفرزها أو تفرضها السلطات الحاكمة. النقطة الثالثة وهي الأهم والأخطر، الكاتب الذي يحاول أن يغازل أو يحقق فكر السلطة أو النخبة الحاكمة أو النظام الحاكم، ويتماشى مع رغبات الجمهور أو مقولة الجمهور عايز كده. هذه أخطر أنواع الرقابة. يعني نحن أمام هذه الإشكالية. لو تصرف النظام الحاكم، أو دعنا نتحدث عن الإخوان يعني بشكل أوضح، لو تصرف الإخوان كما تصرفوا في يوم خمسة من في أثناء ثورة 25 يناير في مسألة حفظ الميدان وحفظ الأمن، ولو تصرفوا على المستوى العام في مصر بهذا الشكل فأهلا ومرحبا بهم. أما إذا كان الاهتمام هو لا تفعل ولا تقل ولا تكتب ولا تمثل، ولا سوف ندخل في إشكالية خطيرة جدا، وأعتقد أنه أذكى من ذلك كثيرا. أستاذ معاطي، هناك طرق خلفية كثيرة، يعني الإخوان يعرفون أنهم إنما يغامرون بقبولهم شعبيا إذا ما تدخلوا تدخلا صارما
لمنع طبع كتاب أو لإيقاف عرض فيلم أو شيء من هذا القبيل، لكن ممكن يعملوا إيه؟ تعرف سعادتك دلوقتي كل من يتكلم ضد إخواني بيتهمه بعض الناس بأنه فلول، أنت من فلول النظام السابق ولهذا تهاجم الإخوان. قد يستفيدون من هذه الثغرة، من هذا الباب الخلفي، يقول لك أنه الناس غضبوا من هذه الرواية ولهذا نحن نمنعها عشان الناس مش عشان الإخوان يا أستاذ معاطي. هذه هي الخطورة. يعني ما لو الكاتب يجب ألا يحقق مصالح الناس أو يعني آراء الناس أو أفكار الناس أو رغبات الناس، الكاتب يجب أن يكون حرا فيما يكتب وفيما يعرض حتى لو اختلف مع المتلقي. يعني أنا ككاتب لا ينبغي أن أسأل المتلقي ماذا تريد حتى أكتب له، ولكن أنا أكتب لأن الكتابة هي تأمل، هي فكر، هي يعني يجب أن يكون يعني بعيدا عن القيود. ولكن هناك قيود يعني الكاتب يفرضها على نفسه طبعا بالطبع، وهي القيود الفنية. يعني هي فكرة المباشرة، إن أنا مثلا سوف أكتب عن شخصية ما أو أكتب عن نظام ما أو أغازل النظام ما، المباشرة تقتل العمل الفني، تقتله وتطيح به، وهذه هي المشكلة. أنا أتحدث على الجانب الفني أكثر من الجانب الرقابي. يعني الجانب الفني سوف يضيع وسوف يهتز وسوف تتداعى الأعمال الفنية، ويمكن يعني أنا لا أريد أن أدخل في الأعمال الفنية في رمضان الآن، ولكن للأسف هناك أعمال فقدت قيمتها الفنية بالرغم من أفكارها الجيدة، لأن هناك يعني هذا الموضوع المهم الذي نتحدث فيه، فكرة الرقابة، فكرة الهوى. يعني أنا أكتب لهوى من أو لغازل من وأنا أكتب؟ هذه هي المشكلة التي يجب أن يحترس أو يعني تكون ينتبه إليها الكاتب قبل المتلقي وقبل النخبة. والنخبة الجيدة أو النظام الجيد هو الذي يسمح بقدر من الحرية. أذكرك طيب بس تفضل يعني أستاذ معاطي، تفضل يا سيدي. يعني أذكرك يعني كنت أكتب رواية تاريخية في فترة من عن فترة من الفترات، وهي فترة الناصر محمد ابن الناصر فرج ابن برقوق في نهاية عصر المماليك الثانية، اللي هي الفترة سنة 805 هجرية. وفوجئت يعني وأنا أتابع المراجع التي كتبت في هذا المجال، فوجئت بكاتب معروف جدا وهو ابن تغري بردي، كان يمجد هذه الشخصية، شخصية الناصر فرج ابن برقوق، ولكن اكتشفت أنه يمجده لأنه كان يعمل في بلاطه. فاضطريت أن أنا ألجأ إلى بعض الكتابات زي المقريزي أو الكتابات التي تلت هذه الفترة، ووجدتهم جميعا يعني يهاجمون هذه الشخصية بالذات. ويمكن هذا الذي حفزني أن أكتب هذه الرواية، إن مجرد أنك تغازل النظام أو تحاول أنك تنافق أو تداين هذا النظام، هذه مشكلة خطيرة بالنسبة للنظام أكثر بالنسبة من الكاتب أو المرجع. أستاذ معاطي، اسمح لنا أن نضيف إلى يعني هذه الأفكار المطروحة أفكار من بلد آخر انطلق منه الربيع، من تونس. الأستاذة هيفاء عرعار المخرجة التونسية تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. يا ستي كل سنة وانت طيبة، وانت وكل أهلنا في تونس. يعيشك الله يخليكي، الله يخليكي علينا وعليك يا ستي. قولي لي انت بدأتي تشعري يا سيدة هيفاء بأن هناك تضييق على الفن والإبداع بعد ما الإسلام السياسي أصبح هو في مقاعد السلطة في تونس؟ لا، إذا نقول لك احنا دجا سامحني مش نحكي، يعني ان شاء الله تفهموا عليا بالكذا. تفضلي. لما حالة احنا قاعدين نزلنا في مرحلة المحاولة نتاع انه احنا نلقفوا اللي ما عشناهش قبل الثورة، يعني نزلنا نحاولوا باش نعملوا حاجات. في جات الانتخابات وفي جات الحكم والإسلاميين في الحكم، نزلنا ما حطيناش السطوة نتاع الإسلاميين الحق نتاع ربي، معناها صار شوية مواقف وشوية أحداث هكا، لكن احنا نقولوا ديما حاجات عربية.
انا شخصيا في العمل نتاعي ما كانش فما حتى تدخل من حتى جهه ولا كان فما حتى رقابه، يعني خير ماخذين راحتنا وحاجه فريق تقني وفريق فني كنا شباب السيناريو حتى للمخرج حتى للمنتج ما حسيناش فما تدخل او تضييق. انا نحكي على حاجه شخصيه لانه ما عنديش فكره اذا فما حاجات اخرى صارت، لكن اللي قاعده نلاحظ فيه من خدمتي انا ومن خدمه اصدقائي وزملائي اسماء انه اول حاجه انه بتاع اعمال يخدموا فيهم مخرجين وشركه الانتاج شباب 100%، وهذه ما صارتش قبل الثوره، يعني ماهيش بتحسب انه باش تحسب على اللي شادين الحكم وانما بتحسب على المرحله اللي احنا عايشين فيها. صحيح ما صحيح استاذه هيفا، لكن سامحني قبل الثوره كان فما ياسر بنت شكون وولد شكون وبالكتاف ياخذوا الخدم، احنا فكينا فرصتنا يعني كنا كشباب. صحيح. ما نحبش ندخل حاجه في حاجه، يعني انا حكيت لك على تجربتي الشخصيه اللي لاحظته واللي عشته توا من بدينا تقريبا العمل، ما حكيتش للي كملناه وما حكيتش للي تعرض. لكن انا كنت عايز اسال حضرتك بوصفك مبدعه تونسيه، احنا الاخبار اللي بتوصل لنا من تونس فيها بعض ما يقلق، مثلا حديث وزير الثقافة التونسي عن ملابس هذه الفنانة أو تلك، أو تلك المظاهرات مظاهرات المتشددين بلحاهم الطويلة التي يسمح لها بأن تكون في شارع بورقيبة وأنها تعترض على الفنانين الأوغاد والليبراليين الكفرة، وهذا كلام الحقيقة لا يواجه بصرامة من قبل الأمن في تونس، هذا يقلقك؟ يقلقني برشا برشا بطبيعة يقلق. لكن إذا نقول لك أستاذ احنا التجاهل ماهوش حل، لأنه احنا وصلنا كفنانين فما برشا ولينا نتجاهلوا الواقع باش نجموا نعيشوا باش نجموا نخدموا، لأنه ما لقيناش فرصة باش نواجهوا، خاطر مش احنا اللي نواجهوا، احنا واجهنا وتكلمنا لكن حد ما يسمع. الحكومة اللي نورمالمون تقف ما هي ماناش قاعدين نشوفوا في موقف واضح احنا الحكومة، فولينا احنا ما نحبش نقول الكلمة لكن نوع من التجاهل أو نوع من يعني من ما نحبش نكون موقف سلبي، لكن لازمنا نكونوا هكاك باش نجموا نخدموا، باش نجم نواصل انا نعرض مسرحيه نخدم مسلسل نغني اغنيه نلحن موسيقى، يعني باش تركز برشا مع الاحداث استاذ راهو في تونس. بصراحه ما فماش ردع، ما فماش موقف صارم من الحكومه، فتلقانا يعني اذا صار ثم تمديد او مظاهرات او حتى مواقف فرديه على الانترنت، لكن هذا عمره ما كان حل. يعني كيما نعاود ونقول الحل انه الردع من الحكومه نتاعنا يبان نزلت مش فاهمه حتى شيء، يعني نزلت مش فاهمه شيء تحب تعمل بالضبط. يا ستي انت اسعدتينا برشا برشا، انا متشكر جدا للست هيفا عرعار المخرجه التونسيه، وان شاء الله الحريه في تونس، الحرية التي استطاع التونسيون استعادتها من ديكتاتور فظيع زي زين العابدين بن علي مش بعيد عليهم، يستعيدوا مطلق الحرية من أي جهة أخرى أيا كانت حتى ولو كانت الإخوان المسلمين. شكرا يا ست هيفا. بعد الفاصل مشاهدي الكرام سأعود إلى جدة حيث الدكتور أحمد وهسأله، لأنه الأستاذ صلاح معاطي الحقيقة أتكلم عن الرقابة في الدول المتقدمة وأنه في رقابة صحية في الدول المتقدمة. دكتور أحمد عايش في بريطانيا، أنا عايز أسأله الرقابة هناك عاملة إيه؟ يا ترى المبدعين في بريطانيا كمان بيشتكوا أن الملكة إليزابيث بتضيق عليهم وأنه في كده تحفظات بتطلع من قصر باكنجهام تقول لهم ما تعرضوش المسلسل الفلاني ولا حتى ما تكتبوش المسلسل الفلاني من أصله. هنشوف بعد الفاصل. شريط المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. كن على حذر.
كل تاريخ بحثك على الإنترنت باستخدام المحرك الأشهر جوجل مسجل بدقة في السجلات الجوجلية. CNBC وثائقيات على شاشة CNBC عربية. دكتور أحمد، حضرتك الحمد لله ما سمعتكش بتكح بقالك فترة، واضح أنه الكحة خفت شوية. عظيم، بركات الشهر الكريم يا دكتور. أنا كنت عايز أعرف من حضرتك كيف تمارس الرقابة في بلد فائق التقدم زي بريطانيا، وبريطانيا هي أعرق ديمقراطيات العالم زي ما سعادتك عارف، والليبرالية فيها دين. كيف تمارس الرقابة هناك؟ يعني ما أنت دائما تأخرني قليلا، وأنا أريد أن أشارك الأستاذنا صلاح معاطي، هو قال فكرة أنا أريد أن أعلق عليها فقط، وأتمنى أنه ما زال معنا الأستاذ صلاح. طبعا، أليس كذلك؟ طبعا، فضل. طيب، أنا الحقيقة استمتعت بكلام الأستاذ صلاح، وأنا من الناس اللي قرأت له أكثر من كتاب وأكثر من قصة، لكن هو يتكلم عن المباشرة. المباشرة صحيح، لا أحد يحب المباشرة، ولكن أنا أعتقد أنه الكتاب النخبة والكتاب الجيدين مثل أستاذنا صلاح معاطي في المرحلة القادمة مهمتهم كبيرة، يجب أن يتنازلوا قليلا إلى مستوى الشارع. لا أقول التبسيط والمباشرة، لا، أقول فقط أنه يجمعوا بين العمق والوضوح، وهذه تحققت مثلا في ديوان، في شعار المتنبي، في قصائد نزار، في فيلم الراقصة والسياسي، في فيلم ضد الحكومة، تحققت فيها العمق والوضوح والمباشرة. أعتقد أنه من الأخطاء اللي سواها عادل إمام في تمثيله لشخصية جمال مبارك، كان الرمزية كانت عميقة جدا، والناس لم يفهموا أن المقصود فيها جمال مبارك. هذه فقط أردت أن أبينها، أنه نجمع بين تقصد في مرجان أحمد مرجان يا دكتور أحمد، تقصد في فيلم مرجان أحمد مرجان. ايوه يعني نقصد انه دائما نجمع بين الثنتين، لانه نحن نريد ان نكسب الجمهور، نريد ان نؤثر معهم ونتفاعل معهم، لا نريد نص متعالي. النص المتعالي لن يصل الى احد ابدا. لكن تعرف انا اتصور ايه يا دكتور احمد في هذا السياق، اتصور انه ما كان يقصده تحديدا الاستاذ معاطي انه الكتابه لا تكون كتابه ارتزاق، بمعنى انه انا شايف دلوقتي ان الاخوان بقوا هم السلطه وهم في ايديهم خزائن الارض ويقدروا ينفقوا على ده ويمنعوا عن ده، فاعمل ايه بقى؟ البطل بتاعي اخليه لما الظهر يؤذن لصلاه الظهر يقول يسيب كل اللي في ايديه وينزل يصلي الظهر، كده يبقوا هم مبسوطين مني. هذا هو نوع الكتابه الذي يراه الاستاذ معاطي، والاستاذ معاطي سمعنا هو يا استاذ معاطي بالتاكيد، وهذا ما اخشاه بالفعل، يعني خطيئه فنيه. اتفضل يا استاذ معاطي. هذا ما أخشاه فعلا. أنا أقصد هو على الكاتب أن ينغمس في الواقع ويكتب عن المهمشين وعن البسطاء من وينزل إلى قاع، كما يقول الدكتور أحمد، ينزل إلى قاع المجتمع ويكتب. أنا أقصد أنه لا يعني يحاول أن يحقق ما تريده النخبة وما وصل إلى الشعب. النخبة أحيانا أو النظام الحاكم، دعنا نتحدث عن النظام السابق، يعني معظم النظام، يعني فكرة الديمقراطية التي يعني كان يتباهى بها النظام السابق لم تكن ديمقراطية حقيقية، ولكن ديمقراطية مصنوعة، وهي أخطر أنواع الديمقراطية هي الديمقراطية المصنوعة، لأنها لا تستند على أساس حقيقي يعني. وبالتالي كان يسمح لوحيد حامد وغيري بالكتابة في موضوعات سياسية حساسة، ولكن كما يريد هو لتحقيق يعني للتباهي بهذه الديمقراطية غير الحقيقية. أو يا صاحبي معاطي، كانت في فكرة اسمها فكرة التنفيس. الفكرة دي كانت موجودة، أنت عارف أنه كانت بتمر أعمال كل أظنها شديدة الجرأة، لكنها كانت في سياق التنفيس، خلي الناس تحس كده أن احنا فتحنا الباب شوية وربنا الباب قليلا، وأنه في هواء نقي دخل لكي يستمر النظام على قيد الحياة. الفكرة دي كانت مطروحة أيام مبارك يا أستاذ معاطي. بالتأكيد، وبعض الكتاب وقعوا في هذا المأزق أيضا، يعني بعض الكتاب
يعني كانوا يكتبون من هذه النقطة أو من هذا المنطلق، وهذا خطر أيضا لأنه يحقق ما يريد النظام أو ما يبغيه. نحن في المأزق الذي نعيشه الآن أو في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك الرقابة التي تعنيني هي رقابة السياق العام التي تحافظ على الفن في المقام الأول قبل أي شيء آخر. يعني فكرة الدين مثلا، أن أنا يعني لا أتدخل في أو أعرض موضوعات بشكل مبتذل أو في نوع من مثلا التطاول على الصحابة. لكن أنت عارف يا أستاذ معاطي أنه مثلا في بدايات القرن كتب الكاتب المصري الكبير إسماعيل أدهم كتاب اسمه لماذا أنا ملحد، ونشر على نطاق واسع ومحدش قطع رقبته. نوال السعداوي الكاتبة المصرية المعروفة كتبت الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة، محدش قطع رقبتها. أنا قصدي أنه هناك هوامش حتى لتمرير هذا النوع من التطرف ممكن في أي مجتمع صحي، مجتمع سليم لا يخشى على نفسه من هبة الهواء. أستاذ معاطي، ذكرتني بمقولة كان أحد الأصدقاء وهو ينتمي إلى تيار سلفي كنت أقرأ في كتاب في الوجودية، ففوجئت بها يهاجمني ويقول لي لماذا لم تقرأ القرآن أفضل من هذا الكتاب الذي يتحدث عن الوجودية وممكن يدفع بك إلى الإلحاد. فقلت له ربما هذا الكتاب، طبعا القرآن لا خلاف عليه طبعا بالتأكيد هو يعني المقروء الأول يعني، ولكن هذا الكتاب قد يعني يزيد إيماني أيضا، لأنه هو يعني أنا أقرأه من باب المعرفة، وهذه نقطة مهمة. يعني صحيح، هي الفكرة صحيح. إن نحن لا نصادر، يعني لا نصادر على فكر ولا نصادر على يعني ثقافة معينة. إذا كان المجتمع صحيح بمعنى صحي سليم البنية يا أستاذ معاطي، لكن أنا الحقيقة مش عايز أنسى السؤال اللي كنت طرحته على الدكتور أحمد، كيف تمارس الرقابة في بريطانيا يا دكتور؟ سأذكر لك قصة بسيطة تحكي عن الرقابة في العالم العربي وفي بريطانيا. سأل جندي بريطاني سأل عراقي، قال له نحن نشتم الحكومة البريطانية في بريطانيا عادي، هذه حريتنا. فقال له العراقي حتى حنا في العراق أيضا نشتم الحكومة البريطانية. أيوة، فهذه القصة باختصار. أنا أعتقد بالنسبة للهامش الإبداع في بريطانيا لا نظير لها، بريطانيا إذا في رقابة فهي في جوانب سياسية محدودة جدا. أنا أعطيك مثلا الجدل اللي قام قبل سنوات حول رواية فيلم آلام المسيح أو روايات داون براون الذي شكك فيها في مسلمات المسيحية، ومع ذلك كتب داون براون الآن الروائي البريطاني من أعلى المبيعات في بريطانيا والعالم، وهذا أكبر دليل على مسألة الهامش. شفرة دافنشي أظن شفرة دافنشي والحصن وكذا، هي كل سلسلاته هو عنده هاجس واحد الأستاذ دان براون يدور حوله، يعزف على مسألة المسيحية والمسيح وعلاقة المسيح وهل هو حقيقة أم خيال، كل هذه. وهذا الفيلم حورب بكل طبقات المجتمع، ومع ذلك القانون البريطاني كان أقوى وكانت البقاء للكلمة. دي الحقيقة فكرة بديعة، لكن خليني أرجع للأستاذ معاطي في القاهرة عشان أسأله. إحنا طبعا لسنا بهذا الطموح يا أستاذ معاطي، إحنا لا نتصور أننا سننام ونصحو يوم غد فإذا بحالنا وحال مجتمعاتنا صحي كحال المجتمع البريطاني والإدارة البريطانية، لكن هل يمكن في تصورك أنه المثقف العربي المبدع العربي خصوصا في دول الربيع يضغط لكي لا تتآكل هوامش الحرية المتاحة؟ يعني هو بالتأكيد يعني المواطن عليه دور، ولكن أنا يهمني في المقام الأول هو المبدع. يعني إذا كنا نتحدث الآن عن الرقابة في ظل التيارات الدينية أو صعود التيارات الدينية في تونس وفي مصر، يعني هناك الرقابة الداخلية للمبدع، يعني هي فكرة السياق العام، السياق العام المعترف به أو الذي لا أخجل وأشاهده أو أقرأه،
لا يعني يعني حتى لو استعنا ببعض آيات القرآن، لو تأملنا سورة يوسف، العلاقة ما بين يوسف وامرأة العزيز كما جاءت في السياق القرآني تعتمد على فنية درامية، يعني كما يعني كل كتاب الدراما كتبوا ونقاد الدراما أيضا، يعني فكرة هم بها. هذا مشهد لو مثلا أي مخرج عندنا سوف ينفذه قد يخرج عن السياق، ولكن القرآن بفنيته بفنية الفطرة، يعني الفنية استطاع أن الله سبحانه وتعالى أن يجسد هذه الصورة بشكل يعني في السياق الإنساني. نحن لا نريد أن نبتعد عن السياق الإنساني، يعني هناك ضوابط داخل يعني المبدع نفسه لا يجب أن يخرج حفاظا على فنية العمل، ولكن أنا أتحدث عن الرقابة التي تتمثل في السلطة الحاكمة مثلا، أو في زي ما قلنا الـ يعني آراء الجمهور أو رغبات الجمهور، هذه بالتأكيد قد تضر بالعمل وقد تسقط العمل. صحيح. من أستاذ معاطي، للأسف الشديد وقتنا أوشك على الانتهاء، أنا سؤالي الأخير لك يا سيدي وأرجو أن تكون الإجابة تلغرافية، هل تتوقع كمثقف عربي أن أمامك معركة؟ وهل تتصور أن الطليعة المثقفة في مصر قادرة على إدارة معركتها هذه؟ بالتأكيد هناك معركة بالتأكيد، ولكن أتمنى ألا يكون أن تكون هناك معركة، أن يكون هناك توافق بين الأفرع الثلاثة التي ذكرناها، السلطة والمتلقي والمبدع والمتلقي. ده في بريطانيا أستاذ معاطي إن شاء الله. يعني دكتور أحمد، إجابة مختصرة بالله عليك للسؤال الأخير، السعودية تتغير يا سيدي؟ السعودية تتغير باتجاه أكثر انفتاحا أيضا؟ بالتأكيد بالتأكيد، ولكن أنا أتمنى السؤال يكون آخر. اتفضل. ماذا تخاف؟ أنا أخاف من شيء واحد، أخاف أن يموت الجمهور. محمد عبد الوهاب الفنان الكبير قال مات أكبر ناقد للفن، مات الجمهور. وأنا أخشى أنه إذا مات الجمهور سيموت الفن. أما الحكومات وأما الأفراد فلا قيمة لهم، إذا مات جمهور الفن مات الفن. سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج الكاتب السعودي المرموق، شكرا جزيلا لك، والأستاذ صلاح معاطي الكاتب المصري الكبير، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لكم بدوركم. مشاهدي الكرام، الخيمة كان موضوعها جاد شوية الليلة دي الفرولنا، لكن أحيانا كده الواحد لازم يتناول المواضيع الأساسية حتى ولو كان دمها تقيل. وموضوع الحلقة دي بعد الربيع، حرية أقل علامة استفهام. صباح الخير.